قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. سبحان الله، هنا فيه معاملة بنقيض القصد. هم أرادوا بدعوة هؤلاء أن يظفروا بشفاعتهم، أن يظفروا بخير منهم، لكن ما الذي جرى؟ أنهم يكونون أعداء لهم يوم القيامة. وبيان تبرع هؤلاء المدعوين من هؤلاء الداعين كثير في كتاب الله عز وجل. فيما ذكر عن الملائكة قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. فهذا فيه تبرع من الملائكة لمن دعوهم. التبرع الذي يحصل من الإنس والجن، قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والنصوص في هذا كثيرة جدا لا تحصى. وقوله تعالى: وكانوا بعبادتهم كافرين، فيتبرؤون حتى من عبادتهم. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بل إن التبرؤ يكون عند الموت. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كل منهم يكفر بالآخر. كذلك الأصنام تنطق، تنطقها الله عز وجل فتتبرأ من هؤلاء. وذلك لأن الله عز وجل يحشر هؤلاء العابدين والمعبودين فيلقيهم في النار. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني ما دخلوها، وكل فيها خالدون.